الدكتور عائض القبلي أكثر من 1000 شريط كاسيت إسلامي في الخطب والدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية، كما أن له أكثر من 70 كتابا في الحديث والتفسير والفقه والأدب والسير والتراجم، هذا إلى جانب نشاطه الديني والأدبي ميدانيا في عشرات المحافل والملتقيات الثقافية. أما الكتاب فهو كتابه لا تحزن الذي بيع منه أكثر من 2,000,000 نسخة حتى الآن. فإلى المحاضر الكريم وإلى مؤلفه القيم فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله الذي أسعدني وأنسني هذا اليوم برؤية الرواد في مصر العربية الإسلامية، مصر المعز، مصر الانتصارات، مصر الأدب والفكر والثقافة. وأشكر أهل الفضل على فضلهم وعلى رأسهم القائمين على المعرض والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية، وأشكر مكتبة العبيكان التي قدمت كتبي أحسن تقديم للناس. ولكن قبل أن أبدأ في موضوع كتاب لا تحزن، أريد أن أحيي أهل مصر، مصر التي تسكن في قلوبنا، مصر الإباء والتاريخ والمجد والحضارة. أريد أن أرد لهم كلمة الشكر، وقد تعلمنا على أساتذة وعلماء واستفدنا من علمهم وثقافتهم وربطتنا بهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيته عند أهل التل والدار، جرت دموعي على أعتاب داركم، يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري. يا مصر أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. من أين نبدأ يا مصر الكلام، وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام؟ لأن في عينيك الأيام والأعلام والأقلام والأعوام. يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه، كم من قلب فيك شجاه ما شجاه، نحن جئنا ببضاعة مزجاه، سارت إلى مصر أحلامي وأشواقي، وهل دمعي فصرت الشارب الساقي، وفي ضلوعي أحاديث مرتلة، ومصر غاية آمالي وترياقي. يا ركب المحبين أينما حللتم وارتحلتم وذهبتم وأقبلتم، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. يا أرض العز، يا قاهرة المعز، يا بلاد العلم والقطن والبز، سلام عليك يا أرض النيل، يا أم الجيل، الحب لك أرض والجمال سقف، والمجد لك وقف، يا داخل مصر منك ألف، ما أحسن الجيد والجفن والكف، التقى الطيب والكافور في مصر، التقى الطيب والكافور في مصر، لما التقى أبو الطيب وكافور في القصر، قبل أن يدخل جوهر الصقل مصر كان عبدا مملوكا، فلما دخلها صار يحكم ملوكا. أرض إذا ما جئتها متقلبا، في محنة ردتك شهما سيدا، وإذا دهاك الهم قبل دخولها فدخلتها صافحت سعدا سرمدا. قل للأخيار المكرمين الوافدين إليها مغرمين والقادمين إليها مسلمين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في مصر تعانقت القلوب وتصافح المحب والمحبوب، والتقى يوسف ويعقوب، فصفق الدهر ليوسف منشدا، وغنى الزمان له مغردا، وخروا له سجدا. في مصر ترعرع الشعر وسار القلم البليغ بالسحر، فكان الفضاء لقلم مصر صفحة بيضاء يكتب كل ما يشاء. دخلنا مصر والأشواق تتلى، وكل الأرض أنسام وطل، جمال يسلب الأباب حتى كأن القتل فيها يستحل. في مصر القافية السائرة، والجملة الساحرة، والمقالة السائرة، والفكرة العاطرة، عالم من الجنود والبنود والوفود، دنيا القادة أهل السيادة والإفادة والإجادة والريادة. صباح الخير يا أرض الكنانة، يا ناصرة الديانة، يا حاملة التاريخ بأمانة،
يا حافظة عهد الإسلام في صيانة، يا راعية الجمال في رزانة، أدب خلاب، جمال سلاب، سحر جذاب، ذكاء وثاب، ظل مستطاب، وآمان عذاب، نهر يتدفق، حسن يترفق، دمع يترقرق، زهور تتفتك، مقاصد تتحقق، زهور تتفتك، وأكمام تتشقق. وجد الإسلام في مصر أعياده، كنتم يوم الفتح أجناده، وكنتم مداده عام الرماده، وأحرقتم العدوان الثلاثي وأسياده، وحطمتم خط بارليف وعتاده، وكنتم يوم العبور آساده وقواده، فتفضلوا الشكر والإشادة، وخذوا من القلب حبه ووداده، ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. أما الموضوع والمحاضرة فهي عن كتاب لا تحزن، وأقول لكم لا تحزنوا، خاصة أنتم في مصر، وكيف تحزنون ومعكم جمال الطبيعة وجمال الوجوه وجمال الأخلاق. أنتم جمعتم الماء والخضرة والوجه الحسن، ثلاثة يا صاح يذهبن الحزن. فأنا أقول لغيركم لا تحزنوا، أما أنتم فنتعلم منكم ألا نحزن. وهذه الكلمة الرائدة استوحيتها في كتابي لا تحزن، التي قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فمي. قالها وهو يصارع الدنيا، قالها والعالم قد احتوشه بالسيوف، عالم الكفر، قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أما ظروف تأليف الكتاب، أريد أن أختصر الكلام ليبقى وقت الحوار والمداخلة. فتعلمون أن لكل مؤلف منطلق من تأليف كتابه أو له سبب أو له حافز. أنا كغيري من الناس عشت مضايقات، عشت هموم، عشت أحزان، قلت لا بد لي من كتاب يقول لي لا تحزن، لا تهتم، ودع همومك. فرجعت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله عليه وسلم، ثم ألقيت النظرة في مكتبة منزوية في الرياض في الملز على كتاب صغير اسمه دعي القلق وابدأ الحياة، ديل كارنيجي المؤلف الأمريكي، وقد وزع منه في أول طبعة يقول في الكاتب 8 مليون في أمريكا وعالم أوروبا. قرأت الكتاب وإذا أفكاره في الإسلام، الإيمان بالقضاء والقدر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا هو في ديننا، وإذا يستفيد أفكار كأنه قرأ كتابنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا تأثرت بذلك الكتاب وقرأته ما يقال 13 مرة ليس مبالغة، وعدت قلت لا بد أن أسلم هذه الأفكار، عندنا كلام كثير. وهو لأن واحد الأخوة في بعض الصحف يقول أني أخذت الكتاب ذاك، وأنا أقول لكم الحقيقة كتاب دع القلق لا يمثل الثمن من حجم لا تحزن، ولم أستفد منه لا نصف صفحة، لأن نقلت والحمد لله كما ترون في الكتاب من الشرقيين حتى أمثال من الصين من اليابان من الغرب، وقبل ذلك من علماء الإسلام. فقلت لابد من أسلمة هذه الأفكار، فوجدت في سنتنا وفي سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعند علمائنا وشعرائنا ما لذ وطاب والحمد لله. فكانت مهمتي أنني نظمت هذه الخيوط ونسقتها كما ينظم الخياط الخيوط، أو كما يصنع النجار الباب وقدمته للناس. أما العنوان فقلت لكم كان قبل مرة شار علي بعض المشايخ من أهل العلم أن نسميه لا تحزن إن الله معنا، فقلنا العنوان طويل وسوف يعلمون الناس أن الله معنا، وهذه كلمة مقدسة في قلوبنا على رؤوسنا، لكن اجعلها لا تحزن ليكون للمسلم ولغيره. وقلت في المقدمة أنني أنا أقصد من كتاب هذا المسلم ولغيره، في عصر فيه إحباط وعصر فيه عدم فهم لدين الله عز وجل، وفي غلو في الدين عند البعض وتحلل من الإسلام عند البعض، فأنا قصدت الجمهور الموقر من أمثالكم المحترم من أمثالكم. ويكفيني شرفا أنه في مصر يعني أخذ من الكتاب ما يقارب 500,000 نسخة من كتاب لا تحزن، وهذا شرف لي أن يكون قرائي من أمثالكم. وأنا قلت لبعض الدكاترة من مصر بضاعتكم ردت إليكم، فنحن نستفيد من علمكم ومن